يبقى الحراك الدولي باتجاه هدنة غزة هو الأولوية، إذ تقول مصادر دبلوماسية للجديد إن الأمريكي أعاد الضغط باتجاه تحقيق المرحلة الأولى من الهدنة، ولكن حتى اللحظة لا يزال نتنياهو معرقلا للتسوية، ويبدو أن التهدئة تأخرت، وبالتالي فإن جبهة الجنوب ستبقى مفتوحة ضمن قواعد اشتباكها. أما الاستحقاقات الداخلية فمجمدة، والمبادرات الرئاسية تسقط بفعل الشروط والشروط المقابلة، وتتكاثر السجالات الداخلية، وآخرها سجال قائد الجيش ووزير الدفاع على خلفية الكلية الحربية. ووفق معلومات الجديد، فإن الرئيس نبيه بري تدخل بالمباشر على خط الحلحلة وتواصل مع كل من قائد الجيش ووزير الدفاع. وبعدما أشيع عن اتفاق ضمني بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل على خلف لقائد الجيش جوزيف عون فور تقاعده مطلع السنة المقبلة، تقول أوساط عين التين للجديد إن لا تواصل ولا اتفاق ولا أسماء تتداول بين الأطراف السياسية، وإن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية عبر التوافق والحوار. وفي هذا الإطار قالت مصادر الجديد إن مسعى وزير الثقافة محمد المرتضى أثمر توافقا بين وزير الدفاع وقائد الجيش، ونجح في حل الخلاف الذي كان قائما بينهما على خلفية نتائج الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية، وهو الخلاف الذي استفحل إلى درجة جعلت مجلس الوزراء والقوى السياسية تلجأ إلى تكليف المرتضى بالعمل على رأب الصدع القائم بين المرجعيتين العسكريتين. وقد بينت المصادر أن الحل الذي توافق عليه عون وسليم بعد مداولاتهما مع المرتضى انطلق من حاجة الجيش والقوى الأمنية إلى عدد أكبر من الضباط بالرتب الدنيا يزيد بكثير من 118 تلميذا ضابطا الناجحين أخيرا. وبالنتيجة تم التوافق على أن يبادر قائد الجيش إلى طلب هذا الأمر من وزير الدفاع، فيطلب سليم بدوره من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء مباراة إضافية لتعيين 82 تلميذا ضابطا إضافيا، على أن يجري لاحقا إلحاق المقبولين 200 في آن واحد في الكلية الحربية في أواخر تشرين الأول. وتابعت المصادر أن قائد الجيش ووزير الدفاع نفذا هذا الاتفاق، إذ أصدر قائد الجيش بالأمس كتابا إلى الوزير أضاء فيه على تلك الحاجة، ليعمد الوزير اليوم على إصدار كتاب إلى مجلس الوزراء وفقا للاتفاق المذكور. وانتهت المصادر إلى أن وزير الدفاع وقائد الجيش يكونان بتنفيذ ذلك التوافق قد مارسا أعلى درجات الترفع والتعاون خدمة لمصلحة المؤسسة العسكرية، على أمل أن ينسحب هذا التعاون على ملفات أخرى عالقة أقل تعقيدا. ووفق معلومات الجديد، فإن الصيغة التي جرى التوافق عليها سبق أن أعلنها وزير الدفاع في مقابلة عبر الجديد منذ حوالي شهرين، وتقوم على إجراء دورة ثانية في الكلية الحربية. النائبة غادة أيوب قالت عبر هنا بيروت إن المعارضة برسالتيها مدت يدها للرئيس بري، وأن للنواب الحق في الانسحاب من الجلسات، ولكن حينها يصبح بري غير قادر على التنظير علينا. أما الخلاف فيكمن في أن الثنائي يريد أن يكون ممرا لرئاسة الجمهورية. لو حركة أمل بقيوا حاضرين، أو كتلة التنمية والتحرير بقيوا حاضرين الدورات، وبالتالي شاركوا بالانتخابات، وفي فريق آخر عطل، كنت فيك تقولي أنه اليوم دولة الرئيس بري بما يمثل كرئيس مجلس نواب فيه يدعي حوار. لكن وقتها هو بيكون من فريق المعطلين واللي بينسحب من الجلسات واللي ما بده يروح على دورات متتالية، ما فيه يجي هو يقول بدكم تجوا على حوار وأنتوا اللي عم تعطلوا، نحن نزلنا ما عطلنا، تبعتينا عم نطلب من انه اعطينا هالفرصه اللي هي انه نروح على دوره ثانيه ومنشوف ساعتها مين اللي بيعطي. بس هيدا اول شيء بيقولوا لك حق لهم انهم ينسحبوا من الجلسه. أكيد. هي بالدرجه تعترفين بهذا الحق؟ اكيد. يعني مثل ما انتم مثلا تنسحبوا من اي جلسه، بس ما في ساعتها ينظر علينا ويقول انكم لا لا معطلين. احيانا بتقولوا انه مش من حقه انه النائب اليوم ممارسه اللعبه الديمقراطيه مفتوحه على كل الامور. اذا اليوم هالقد هن واثقين بانه بدهم رئاسه جمهوريه وعندهم الاسم وهن مستعدين يروحوا، ليه خايفين؟
لأنه اليوم ما بدنا نطبق الدستور. وهون السؤال اللي عم نحن نسأله، لا الآلية هي الخلاف ولا رئيس الجمهورية الخلاف، الخلاف هو من يريد تحوير الطائف وتحوير الدستور اللبناني بجعل ممر رئاسة الجمهورية تمر عبر الثنائي قبل أن تذهب إلى الخيار الديمقراطي. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حصباني يدعو من برنامج الحدث إلى آلية تسمح للحكومة اللبنانية بنشر الجيش اللبناني في الجنوب لإنهاء هذه الحرب وتأمين سلم للحزب للنزول عن الشجرة. المخرج الحالي من الوضع اللي نحن فيه قبل ما يتأزم هو العودة للقرارات الدولية وتطبيقها، وما بيمنع هالشيء وما بيتعارض مع أنه لبنان كدولة يستمر بالضغط والتفاوض على النقاط الحدودية لخلق نوع من الاستقرار التام. لكن الجيش اللبناني بإمكانه يلعب هالدور إذا حصل على الدعم السياسي من الحكومة اللبنانية، كما هو يحصل كمان على الدعم الدولي للانتشار على كافة الأراضي اللبنانية، حدود الشمالية والشرقية وأيضا جنوب لبنان بمؤازرة اليونيفر. التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي في الديمان وزير الإعلام زياد مكاري، وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي والتحركات الجارية للوصول إلى إنهاء الشغور، كما تطرق البحث في إلى ملفات الساعة. أكيد مشكورة اللجنة الخماسية اللي عم تشتغل، وفي أيام عم تشتغل أكثر من اللبنانيين أنفسهم، إنما ما وصلنا لمحل، وأنا حقيقة مني شايف إنه ممكن نوصل لمحل دون انه يكون هذا الاستحقاق ينشغل بالداخل. يعني لاول مره في حركه لبنانيه داخليه ممكن انه تنتج رئيس، فمن هون نحن بندعي القوى السياسيه انه يعني تشيل، خليني اقولها بصراحه، انانيتها على جنب، وخاصه القوى المسيحيه اللي هي مسؤوله بالدرجه الاولى عن انتخاب رئيس جمهوريه.